تحظى العلاقات المصرية الاماراتيه باهتمام كبير من قبل البلدين على كافه المجالات السياسيه والاقتصاديه والاجتماعيه تاتي العلاقات بين القاهره وابو ظبي انعكاسا للتوجيهات الحكيمه لقيادتي البلدين تتمثل في مواقف واضحه في مواجهه التحديات الاقليميه المرتبطه بارساء السلام ودعم جهود استقرار المنطقه ومكافحه التطرف والارهاب وتعزيز الحوار بين الحضارات والثقافات علاقات عميقة الجذور، قائمة على الوعي والفهم المشترك لطبيعة المتغيرات الاقليمية والدولية، تلك هي العلاقات المصرية الاماراتية، ويحظى البلدان بحضور ومكانة دولية، خاصة مع ما تتميز به سياستهما من توجهات حكيمة ومعتدلة ومواقف واضحة في مواجهة التحديات الاقليمية المرتبطة بارساء السلام ودعم وهود استقرار المنطقة ومكافحة التطرف والارهاب وتعزيز الحوار بين الحضارات والثقافات. وشهدت تلك العلاقات تطورا كبيرا ونوعيا في المجالات السياسيه والاقتصاديه والامنيه والعسكريه وغيرها. خصوصيه العلاقات بين القاهره وابو ظبي وصل ذروتها خلال الفتره الحاليه في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وانعكس ذلك في الزيارات المتبادله والمتكرره لقاده الدولتين في اطار توطيد العلاقات المشتركه وتعزيز التعاون في كافه المجالات. زيارات تبرز مدى عمق واستثنائيه العلاقات المصريه الاماراتيه التي تمتد جذورها الى الراحل العظيم الاب المؤسس الشيخ زايد ال نهيان لتزداد عمقا ورسوخا في عهد الرئيس السيسي ولتصبح النموذج الابرز للعلاقات العربيه العربيه القادره على مواجهه جميع التحديات في مختلف المجالات. وعلى صعيد السياسة الخارجية شهدت السنوات الأخيرة تنسيقاً وثيقاً حيال القضايا الرئيسية مثل القضية الفلسطينية والعراقية واللبنانية والليبية واليمنية والسورية، فهناك تقارب كبير في الرؤى والمواقف السياسية تجاه القضايا الإقليمية. الرؤية المشتركة بين البلدين يتجسد بعضها في أهمية التسوية السياسية لتلك الأزمات حقناً للدماء وحفاظاً على مقدرات الشعوب. قونا للسلامه الاقليميه للدول العربيه وحفاظا على وحده الاراضي العربيه وسلامتها، ويتفق البلدان كذلك على ضروره تكثيف العمل العربي المشترك والجهود الدوليه للتوصل الى حلول سياسيه لكافه الازمات الاقليميه، خاصه جهود مكافحه الارهاب والعمل على وقف تمويل الجماعات الارهابيه وتوفير الغطاء السياسي والاعلامي لها، فضلا عن وقف امدادها بالسلاح والمقاتلين